السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي تريك يو استيس المتخصصة في مجال الربح من الانترنت. وهذه الحلقة ان شاء الله غادي تكون مخصصة لموقع من مواقع ربح البيتكوين، وهو موقع بي تي سي، يعني الضغط على الاعلانات ويدفع بالبيتكوين. ونعاود نشرح شنو هي البيتكوين بالنسبة للناس اللي ما عارفينش هذه العملة. البيتكوين هي عملة رقمية كتوصل دابا القيمة ديالها 1200 دولار، يعني 12000 درهم مغربية. وهاد البيتكوين نقدروا نجمعوها باغ انترنت، يعني كاين المواقع في الانترنت كيعطيونا لي بيتكوين، اما كنجمعوها بزاف ديال مجموعة ديال الطرق. من بين الطرق اللي كنجمعوا بها البيتكوين هما ما يعرف بالصنابير لي فوسيت، وهاد الصنابير كيعطيونا سكون ابيل لي ساتوشي، وهاد لي ساتوشي هي عملة جزئية من البيتكوين. كنبقاو نجمعو هادوك لي ساتوشي حتى كنوصلو لواحد القدر من البيتكوين، ونقدرو هداك البيتكوين في تقدر يتبدل بالدولار ولا بالاورو ولا بالعملة اللي بغيتي. المهم بلا ما نطول عليكم، لو سيت ديال اليوم هو هذا، سميتو كوين بالب دوت كوم. غادي تلقاو ان شاء الله لو ليان تحت في لا ديسكريبسيون. و للتسجيل كتمشي لروجيستر، هنايا الفوق روجيستر، و تدخل لي زانفورماسيون اللي كاينين، اليوزر نيم، الايميل، الباسورد، باسورد، تدير الكابتشا، تدير روجيستر. انا ديجا عندي لو كونت، غادي نمشيو لو كونت ديالي. Je ne suis pas un robot. Deux captcha bien. Vérifier. Stay login in. Login in. Deux login. كيف ما كتشوفوا الواجهة ديال الموقع بسيطة وسهلة جدا. عندنا advertise، وعندنا view، ads، campaign. هنا غادي نخدمو غير بهاد فيو ADS. وهنايا عندنا الداشبورد ديالنا، فيها لو نومبر ديال لي كليك، لا بالونس اللي كاينه، عندي شحال من لا بالونس، ام بي تي سي، هذا ام بي تي سي. وعندنا هنا التوتال ديال هنا لي ريفيرال، و لي ريفيرال كليك شحال ديال لي كليك ديال الناس المحالين، والبالونس ديالهم. المهم المينيموم تو ويدراو، المبلغ المينيموم القابل للسحب هو 0.5 ام بي تي سي، ام بيتكوين، يعني ما يقارب 50000 ساتوشي. وكيف ما كتشوفوا غير افيك دو ريفيرال عندي تقريبا شي 2856 و65 ام بي تي سي، 0.02 تقريبا ام بي تي سي. يعني الا كان عندكم بزاف ديال لي ريفيرال، هاد القيمة كتطلع فاسيلمون الى كانوا اكتيف. وكنعاود نذكر بان هاد المواقع ديال لي بي تي سي ولا المواقع ديال الضغط على الاعلانات ضروري من لي ريفيرال. الا ما كانوش عندك لي ريفيرال كتكون القضية صعيبة شوية، سينو الا كانوا عندك لي ريفيرال في ساعة كتوصل في ساعة كتوصل المبالغ اللي محترمة. لذا كنفضل بان الناس خصهم يحاولوا يقلبوا يجيبوا لي ريفيرال، لان سي تري امبورطون لو كونسيبت ديال لي ريفيرال، راهو اهم كونسيبت كاين في بي تي سي، لي سيت ديال الاشهارات. يعني الا ما كانش تيميتريز هاد لو كونسيبت وغدير لي ريفيرال، راه غير كتضيع في الوقت ديالك. كنقولها لك من هنايا، نورمالمون خاصك لي ريفيرال pour augmenter le volume de l'activité ديالك. يعني خصك دير استراتيجيه باش تجيب لي ريفيرال، سوا دير اون شين في يوتيوب، دي جروب فيسبوك، تويتر، تستعمل لي ريزو سوسيو باش تجيب الناس وتقيدو. خصك دير اون استراتيجي باش تجيب لو ماكسيموم ديال الناس يتقيدو بلو ليان ديالك. كومسا غادي دوبلي لي غان ديالك، وغادي تشوف كوم كوا لي غان طلعوا بزاف.
فوالا، وغادي نخلي لكم نقول لكم تو دابور كيفاش كيخدم لو سيت. كتمشي لفيو ادي اس، غادي تلقاو ان شاء الله لو ليان ديال لو سيت تحت في لا ديسكريبسيون. هنايا كيف ما كتشوفوا هذا فيه 168 تقريبا ساتوشي. كتمشي تكليكي على هنايا، ماشي هنايا، تدير لو كابشا، فيو ادفرتايز، كتسنى هنايا الاشهار ان شاء الله غادي يطلع في هاد لا فنيتر. كتسنى هنايا عندنا 59 ثانية، دايرين الاشهار ديال هاد ديال لو سيت تراست بي تي سي فوسيت. هذا نيت درت عليه واحد لا فيديو وحطيتها في لاشين. اللي ما عرفش هاد لو سيت، راه سوى سيت مشهور وصادق جدا، يقلب في لاشين غادي يلقى الفيديو ديالو. نتسناو لو كونت ا روبوغ ديال 25 سكوند تقريبا. هذا هو لو كونسيبت، وكنديرو الاشارات اللي كاينين كاملين تنديرو ليهم نفس القضيه. تكليكي على هذيك اللعيبه اللي كاينه في الجن، وابخي تتسنى لو كونت ا روبوغ حتى كيسالي، وكتكون هنايا لتحت كونفيرمي، كون كونفيرميو سي بون. ايوا صافي، هنايا كيدوز داك لو سول ديالك. لا ميم شوز كنديرو هنايا 130 ساتوشي، عندنا 40 سكوند، وكنكملو لي زوتر بوب. 110 110 110 110، 30 سكوند في ساعة، 110 110، 90 90 90، تنكملو هاد لابوب. او ميم طون نديرو لو ليان ريفيريل ديالنا، نعطيو الناس باش يتسجلو فيه، نحاولو ماكسيميزيو لي ريفيريل ديالنا، و فاسيلمون نوصلو للحد الأدنى للسحب اللي هو 5000، 50000 ساتوشي. نتمنى نكون توفقت في هذا الفيديو، ولا كان عندكم شي استفسار مرحبا، غير خليو لوك ان كومونتير تحت في لا ديسكريبسيون. ونتمنى تابوناو في لاشين وديروا لايك الى عجبكم الفيديو، وميرسي بوكو.